وشعاره كان إعادة هيكلة الدين. وقلنا منذ البداية أن هناك مشكلة في هيكلية الدين العام، ولقد تقدمنا باقتراح تحويل جزء من الدين العام إلى عملات أجنبية لتخفيف كلفة الفائدة. لكن المعارضين منذ ذلك الحين كانوا كثر، محذرين من أن الأمر سيودي لبنان إلى الانهيار. ساعة منقول إعادة هيكلية الدين، يا أخي هذا دين جديد، هذا اقتراض. فإذا هذا الدين بالعملة الأجنبية هو دين مضاف للدين الداخلي المتزايد، هيدي مادة كلها من أولها لآخرها مخالفة للدستور. فأنا ضد فكرة تحويل الدين إلى دين خارجي، وبالتالي أنا من موافق. كنا نسمع رئيس الحكومة يقول وهذا الدين الداخلي ما تخافوا مني، فجأة صار الدين الداخلي خطير وصار لازم نلجأ للاستدانة الخارجية لإعادة هيكلة الدين. عند طرح اقتراحات المعارضين على التصويت لإلغاء هذا التفويض بالاستدانة بدأ الهرج والمرج. اقتراح من الزميل زاهر الخطيب هو إلغاء المادة 6 كليا، هل موافق برفع الأيدي إذا بتريده؟ ساعة الاقتراح. ما عرفوا عشو عم يصوتوا. ما فينا لا يعمل اللي صوت دكتاري هذا وانت الرئيس. هلا في الاقتراح كلهم حكوا ضد المادتين. يا هذا انت الرئيس بيسكروا في التصويت مع، يعني اسمح لنا على البكرة. لا صوت مع التصويت لكن مع اعطاء الفرصة، لانه هذه بتوصلنا لكارثة. اعطاء الفرصة للرأي العام يعرف مين صوت مع ومين صوت ضد. ما فيني عم صوت على مليارين دولار. انا مش عم بشتغل للرأي العام، عم بشتغل الان للرأي العام ولغير الرأي العام، عم بشتغل نظام داخلي. نظام داخلي اذا بتريد. اذا بتريد رجاء اذا بتريد نحن بنرفض نتهم الموضوع. اذا بتريد البلد، اذا بتريد يا سيدي بدنا نرفض نتهم، عم نصوت على كرسي كمان. الغاء المادة مش عم تحكم دكتور يتسجل لأنه ما بنقبل. مثلا كان في سوليدار، كانت للدولة، هلأ الدولة تستأجر مباني بقلب سوليدار.